والهدف في النهاية مصر. أكبر دولة تشكل خطر على الكيان الإسرائيلي هي الصهيوني هي مصر، وبالتالي يبغوا يحطموا أركان مصر ويضعفوا الأمة العربية حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للإسرائيليين، وتقام دولتهم الفرات للنيل كخطوة أولى. ونهى ونقول قدامكم قدام سفرات الدول الأجنبية وعظام الوفود من الدول العربية، أنا في ناقشوني الفلاسفة اليهود في الندوة هاي اللي عارفينها أنتم، وقالوا لي برنامج اليهودية هو تهويد شمال أفريقيا، برنامج الصهيونية تهويد شمال أفريقيا. قلت له يعني أنتم دولتكم تمتد لشمال أفريقيا؟ قال نعم، ولكن للأسف قال فشل وتعثر، كان يجب أن ينجح. طيب كيف من تل أبيب تحكموا شمال أفريقيا؟ قال لي ما هو تل أبيب، العاصمة بعد ذلك القاهرة. قلت له بالك تقصد القدس؟ قال لا، القدس بنحررها ونسلمها للمسيحيين، أما الهدف النهائي القاهرة مجمع البحرين. شو قال لي انت ما تعرف ان القران يقول انت مش ما تعرف ما انت مش مسلم؟ قلت له ايه ما شاء الله، تصدق ما قال القران؟ قلت له نعم. قال مش قال موسى اللي فتاه حتى ابلغ مجمع البحرين او مضي حقبه؟ وين مجمع البحرين؟ قلت له هذا بالك موجود غادي في نهر الاردن وفيه بالكثير شرم الشيخ. قال العقبه والسويس. قال لي لا، مجمع البحرين رشيد ودمياط، وين ما اجتمعوا هنا القاهره، هذه قال العاصمة اليهودية، عاصمة الدولة الإسرائيلية التاريخية اللي بعدها ينزل المسيح. توح هي حكاية المسيح ينزل ما ينزل ممكن نضحك ونقول خرافة، لكن قادة الغرب يؤمنوا، الرؤساء الدول الغربية يؤمنوا للعظم بعودة المسيح بعد ما تكون إسرائيل الكبرى على أنقاض العرب. هذه قضية تتعلق بنزول المسيح حسب اعتقاد المسيحيين الغربيين، أن المسيح ينزل لما تقوم إسرائيل الكبرى، وإسرائيل الكبرى ما تقوم إلا إذا سيطرت إسرائيل ما هم الفرات للنيل من شمال أفريقيا إلى الشرق الأدنى. يعني العراق اللي دمروا فيها الآن تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لها، وليبيا تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لشمال أفريقيا، وكل أصدقاء أمريكا بعد ذلك لن مهما توسلوا لن تصغي إليهم أمريكا عندئذ في تلك اللحظة. لا يمكن أطلب منهم يؤدوا مهمة في فترة معينة وبعدين مهما صار مصالحنا مصالح الغرب ونزول المسيح أهم من ملوك العرب ورؤساء العرب وهاي القمة العربية هي كلها والصداقات العربية. قال لي حتى مش موسى قال حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة. قال هل تعتقد أن موسى يعيش أحقاب من الزمان؟ قلت لا، مش ممكن يعيش أحقاب من الزمان، يعني يعيش عشرات السنين ده. قال طيب ما لما يقول أو أمضي حقبة، هل من اللي يمضي حقبة؟ معناها قال لي بني إسرائيل ما هو موسى، هذه كناية عن أن بني إسرائيل ولو يمضوا أحقاب من الزمان لابد أن يبلغوا مجمع البحرين، يعني ملتقى فرع رشيد وفرع دمياط عاصمتهم لازم تكون القاهرة. واو التمهيد واضح، هذه مكتوبة بصواتهم في جلسات حقيقية ما خيالية، حاضرها ريغان وحاضرينها القادة من الغرب، ويتكلموا عن معركة هامرجند، وش اسمها يا نعم نعم مش مجدلون هامرجند، انتم عارفينها كويس هاي المعركة، هاي اللي احنا نعتبرها خرافة حتى اسمها ناش عارفينها، وهم مؤمنين بها ايمان تام ان هذه المعركة ستقع وبعدها يأتي المسيح. وامتى تقع؟ تقع لما تقوم اسرائيل على انقاض العرب من شمال افريقيا الى الشرق الادنى، كل الانهار والمقدسات تكون تحت اسرائيل وعاصمتها القاهره، وتقع هذه المعركه اللي تو ذكرتها وبعدها ينزل المسيح. تو احنا مساكين وطيبين نحسبه هذا خراف وما فيش حد يصدقه، لما جابوا لنا الفلاشه من غابات افريقيا وقالوا هذول من بني اسرائيل، هي في حد يصدق وقاعد يبحث عن الاجناس؟ جاوا الاسرائيليين قالوا لا، هاي قبيله فلاشه من بني اسرائيل، امشوا لفلسطين ارض الميعاد. الخزر يعني قوم ما لهم علاقه ببني اسرائيل ابدا، جابوهم من روسيا وقالوا لهم اسكنوا تعالوا فلسطين ارض الميعاد. هي ليش قامت الدوله هذه اصلا؟ مش قامت عليه خرافات دينيه قديمه ان هذه ارض الميعاد وانكم انتم شعب الله المختار؟ احنا نقول خراف عام 48، معقوله في العصر عصر العلم ومش عارف ما زال في حد يتكلم عن ارض الميعاد ما الميعاد ما شعب الله المختار؟ طلعنا احنا المغفلين وتافهين اللي الخرافات ما صدقناش فيها،
الخرافات خلق الدولة، ولا عند الآن احنا تحت الخطر من اجل الخرافات، من اجل المعركة هذه اللي نحكي عليها، وان اسرائيل لازم تاخذ شمال افريقيا وتاخذ الشرق الادنى والاوسط وعاصمتها القاهرة. قولوا انتم هذا خراف. الآن المصانع تصنع في الطائرات وفي الصواريخ في الديمونة، يصنع الآن في القنابل الذرية والصواريخ النووية، ما فيش حد يفتش عليهم ولا يقول لهم وقفوا، ويصنعوا في الأسلحة الكيماوية لإبادة العرب، ويصنعوا في القنابل الجرثومية في مصانع الغرب وفي مصانع الإسرائيليين. المعامل تشتغل ليل نهار لتحقيق الخرافة هذه اللي انتم تحكيوا عليها. قولوا خرافة. هذا يعملوا فيه باسم المسيح، تدمير ليبيا إرضاء للمسيح، تدمير العراق إرضاء للمسيح، وأن المسيحية فرع من اليهودية، لأن عيسى من بني إسرائيل ويهودي. هم الآن يعتبروا بالولاء، يدينون بالولاء، يعني الغرب يدين بالولاء لإسرائيل لأن المسيحية فرع من اليهودية، وأنتم العرب كفار والمسلمين كفار ومارقين، وأن محمد ما هو نبي، قالوا لي بهالشكل، والقرآن قالوا لي هذه شريعة حمورابي. كذابين أنتم، ما في قرآن. الله عمره ما يخاطب العرب، ليش؟ للعرب حقراء، ما يخاطبهم الله، الله يخاطب اليهود بس وبني إسرائيل والمسيحيين، لأن العرب فيه موقف عنصري منهم تاريخي، من الأندلس ومن الفتوحات الرومانية ومن الحروب الصليبية ومن الاستعمار الغربي الحديث ومن زرع إسرائيل. هذه كلها مشكلة تراث ثقافي، مشكل عقدة عنصرية عند الغرب. هذه لازم تفهمها الأمة العربية كلها، تفهمها الجماهير العربية، الحكام ما يهمني يفهموها ولا ما يفهموها، لكن المواطن العربي اللي هو مستهدف بالسحق وبالإهانة لازم يفهم إن اللي نواجهه الآن وابتداء من ليبيا هو سياسة عنصرية مبنية على ثقافة عنصرية للغرب تكره العرب، وما يقدروش يقولوا ما فيش ثقافة زي هذه، لأنهم يعترفوا بأن هناك ثقافة عدوانية ضد السامية وتستغلها الصهيونية، وكل واحد تتهم بأنه مضاد للسامية، معناها فيه ثقافة عنصرية تخلق موقف عدائي ضد عنصر معين، هذا يقولك ضد العنصر السامي. فيه ثقافة غربية عنصرية معادية للعرب، ما فيها شك أبداً.